يحاول يكمل زيزو عشان يكمل ماتش، ولكن ما قدرش طبعا يكمل المباراة. خرج احمد سيد زيزو، وزي ما بقول كده نتمنى له السلامة وندعو له ان يعود سريعا الى نادي الزمالك والى منتخب مصر، لانه منتخب في حاجة اليه، وايضا نادي الزمالك في حاجة الى احمد سيد زيزو، نتمنى له السلامة. نروح كمان نتابع هذه المباراة، وبقول لكم طبعا في كابتن إبراهيم نور الدين كان الأول تعيينه كحكم المباراة كان عليه علامات استفهام كثيرة جدا من الجماهير المصرية بشكل عام، الأهلي أو الزمالك كله ما كانش حابب إبراهيم نور الدين طبعا لأسباب كثيرة جدا. عمر كمال ما كانش النهاردة زي ما بقول كده، نادي الأهلي النهاردة يمكن الشوط الثاني هو اللي فرق معانا، الشوط الأولاني لم يؤدي الأهلي الأداء اللي هو كان مطلوب، كان منطقتين في الفريقين سواء زمالك او اهلي الاثنين مقفلين كويس قوي، بيلعبوا على يعني قافلين جبهه النادي الاهلي اليمين اليمنى. في الشوط الثاني هي اللي كانت الاقوى، هي اللي جاء منها الهدف، هدف التعادل، ولكن باخطاء فرديه او بهجمه مرتده، هي هجمه مرتده لنادي الزمالك، رمي التماس، اتلعبت في منطقه الجزاء، العاب هوائيه، ثم قصتها الجزيري بلعبه هوائيه، ثم سجل هدف الفوز وكان زي بمثابه الهدف الذهبي. قفشه النهارده كان في مستوى كويس جدا، رضا سليم كمان، ولكن الاهلي زي ما بقول لكم لما تضيع كور تضيع جوان يدخل فيك اهداف، وده اللي حصل في هذه المباراه الرائعه والممتعه، ولكن في الاخر استمتعنا بهذه المباراه وهذه القمه بكل روح رياضيه. مبروك لنادي الزمالك، مبروك للكابتن حسين لبيب، مبروك لمجلس إدارة نادي الزمالك، مبروك لجماهير نادي الزمالك العريق في كل مكان داخل مصر وخارج مصر بمنتهى الروح الرياضية، إنه في الآخر بنتكلم على كرة قدم، الروح الرياضية هي الأهم، تتبقى هذه الروح، تتبقى الأخلاق، في الآخر هي مباراة في كرة القدم بنتفرج عشان المتعة مش من أجل التعصب، ولا يكون عندنا تعصب ولا يكون عندنا اي مشاكل ولا حد، خلاص خلص الماتش. وانا عارف طبعا جماهير الزمالك عماله دلوقتي، لان يا دوب كتبت كلمتين على حسابي على تويتر، مش عايز اقول لكم الناس داخلين يعملوا ايه، ولكن مش مشكله. انا قدمت يعني التهنئه وبقدم التهنئه مره اخرى، وزي ما بقول كده مباراه رائعه، وشكرا كمان للكابتن مصطفى شوبير. مصطفى شوبير بصراحه حارس المرمى الامين، مصطفى شوبير النهارده زي كل الماتشات التي حرس فيها تولى فيها حراسه مرمى نادي الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري المحلي او حتى في الكاس، كان هو شوبير يعني رقم واحد، وله كل التحيه كابتن مصطفى شوبير زي ما بقول كده